والحمد لله. كما ستعرفوا البارح البالغ اللي جاب باسم المناطق الحمامات، حمامات واغلبيه ديال الناس راه عانوا في الكوفيد هذا، وهذه راه فرحه كبيره الحمد لله اللي حلوا لهم الحمامات. الانسان يمشي سرح عظيماتو يسخن جنيباتو والحمد لله فخر كبير هذا الجامع الكازاوا. بنادم راه ولات يمشي شان مراكش المحمديه وتسمع اسعار شويني، والله بنادم كان يدخل ب 10 درهم ولا يدخل ب 20 درهم. هادشي تنتمناو من الله ما يطبوش هنا في كازا. هاني نبيه مزيان لا حلوه لينا مزيان، حنا فرحانين بالحمام وفرحانين بهادشي اللي كاين دابا، كلشي فرحانين برمضان، فرحانين بالحمام، فرحانين بهاد الجلبه، فرحانين بكلشي. الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله. الدنيا غادا وكتحسن مزيان، غادا مزيان الدنيا، اللهم لك الحمد. جانا مزيان ملي سمعناه، جانا مزيان فرحنا في خاطرنا، سمعناه البارح وكلشي جانا مزيان. ملي سمعنا الحمام وداكشي جانا مزيان مزيان، فرحانين به بزاف. في الخراقي، في الزيوفه، كلشي داكشي اللي ديال الحمام، والحمد لله وصابوا لبلدي. اه تلاقيناش، سمعنا جابوا لنا ميساج. ايوا سمعنا في التلفاز الحمد لله. فرحنا فرحنا، انا كنت كنمشي تنصطاد معاهم. الحمد لله. شي تحب ديما غدا ان شاء الله؟ لا شويه بلاتي، تيخوى شويه تيخوى شويه تيخوى شويه. شحال غتعطيني الساعه؟ اه تبردي الغدي؟ لا غير ساعه غادي كندير صافي انا. شكرا لكم، كنشكر هذا المنبر هذا اللي اتاح لنا انه نقدموا راينا على مجلس الحكومة باه كيصادق على فتح الحمامات في مدينة دار البيضاء. و هادي راه جميلة في هاد الكونفينمون اللي كاين دابا، وصراحة فرحنا بزاف، راه تقريبا راه عام في الحمام. و شنو نقول لك، كنتمناو تبقى هاد المسألة ديال الحمام في دار البيضاء مفتوحين بالتباعد بيان سور باحتياطات احترازية، وان شاء الله كنتمناو ترفع لنا الوباء من المغرب. وعاش الملك. خبر صار، جميع المغاربه فرحانين به واكثرين بيضاء. واحد شحال هذه ما شفنا الحمام وما تحمحمنا، ما سخنا عظامنا، ما والو. راك عارف الوقت كيفاش داير، لازم تيبغي سي حمام وفهمتي، كل سيمانه جوج المرات، مره على الاقل مره. ورحنا فرحانين بهذا الخبر. لا حاليا مع الظروف ديال العمل ديالي ما كتسمحش لي نتنقل عبر المدن، حيت عندي الوقت عامر شويه. ركع. شكرا. العفو. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.